البارح كنا بابايا. السلام عليكم خوتي حبابي، كي داير؟ لاباس عليكم؟ هانين تعاودوا مالكم مبروك. اليوم جيت نطلب منكم واحد الطلب، الا كانت على خاطركم الناس ديال الشمال، اخص الناس ديال الشمال مدينة طنجة، نتمنى يسمعوا هاد الفيديو والله يجزيهم بخير. هاد العواشر اللي راه في الشداوة على عقال بلال، عقاد بلال يسحبها من يسحبها، الله يرحم بها الوالدين، اعترف بخطأ ديالو وهضر مسكين وهز مو وما ديش عليه، وكان شي شويه بلاصتو دابا وجابتك وحده من برا من الغربه وجابتك حطاتك هنا ومشات، راه تعقد فهمتيني. من هاد المنبر تنوزي لكم تحيه من هنايا وعافاكم، لما اللي رفع عليه شي دعوه يحيدها وما ديش عليه مسكين، الله يرضي عليكم العواشر هادو، والله غفور رحيم مسامح كريم. هانتو وطلب مسامحة وقوم على الفيديو راه غتشوفو تهضر تضرب في الفيديو بحرقة، نتمناك تصفو عليه وتسامحو ليه. وهادي العواشر هادي اخوتي، الله يرحم بها الوالدين، وقوم على الفيديو تشوفو اخوتي دابا. ما نظنيش انا، ما حنا ما كنبغيو مشاكل حتى واحد. انا كنطلب منكم السماحة، مسامح كريم الخوت كاملين من سلمى في عظام، سمحوا لي انا نعاودكم علاش يعني جعلت هنا وبقيت كنسب فيكم سطويس. انا ما كنسبش في دايه طنجه كامله، سمحوا لي والله ما كنسب في دايه طنجه. ها اللي ما كيعرفنيش مزيان وما كيعرفش الشخصيه ديالي وما عاشانيش وما جلس معايا كيبان له بحال اللي كنسب في كلشي، واللي ما كيعرفنيش وعاد رجع كيعرفني كيدخل للفيديو كيشباني كنسب فيهم كياخذ له عقله كنجمع كلشي. نوع حاشا انا ما كنسبش في طنجه وكاملين الخوت، انا كنسب وما عندي لا سب في ولا مدينتي، لان طنجه هي مدينتي. وهذوك اللي سبيت فيهم واحد المجموعه من المنتقدين اللي ما كيحملونيش، يعني هما كيسمعوني كنهضر بحقه في فيديو وكان كنهضر بالسبان في فيديو وما كيعرفونيش، كيبقى يقولوا شكون هذا، هذا كيسب فينا، كيزيدوا كهوني، كيزيدوا يبارطاجيو فيديو مع اصحابهم، الفيديو كيزيد يعمل بوم، كيزيد يتعرف الى غير ذلك. المهم الخوت ديالي، حنا خوتكم وانتم خوتنا، حنا دايد مدينه وحده، ما عندنا ما نعملوا بالمشاكل ما حتى حاجه، وانا كنطلب منكم مسامحه. وانا نقول لكم اخوت علاش انا بقيت كنسب سطويس وكنزيد نهضر ونطلع. ايوا الله يرحم والديكم تيوني العقاد ديالكم. انا كما كتعرفوني الخوت ديالي جابتني واحد اليهوديه من تما، كعادي تما عدت السويقات ديالي حيت كانت عندي قناه ديالي ان شاء الله تهبط لي وكنعيش بها بخير وغنخدم على راسي وغنسواكم وغنوريكم بزاف د الحاجات. انا شنو وقع لي؟ مي جابتني ديك اليهوديه من هنايا واحد النهار، شنو شوف انا تعقدت الخوت ديالي بزاف، شوف انا عقدوني الكومنتاريوس، عقدوني الناس خايبه عاشتهم بزاف. يمكن نتوما كيبان لكم هادشي عادي حيت باقي ما عاشتوش هاد الناس وما مشيتوش مع هاد الناس وباقي ما جلستوش مع الناس بزاف وما عاشتوش الناس بزاف. بنادم كيدخل واحد الطريق ديال الشهره بحال مثلا انا في روكي، عرفت بزاف ديال الناس خايبين اللي هما ديما صيادو، يعني يمكن قال نتحدث معاهم كنجبر الثقه ما بقات ليش في البشر، بغيت نفساني انا جات ميت نفساني، كيجيني اتاكي خصني نمشي نشرب باش نرتاح، شحال مره كان كيجيني واحد الضغوطات معصب كنتعصب بوحديتي وباخا ما عامل لي بنادم والو. انا تعدت في الحياه ديالي بزاف، نتمنى الخوت فهموني الله يرحمكم، الوالدين راه كاملين بينا خوت كاملين بينا سواسيه، وبنادم كلشي كيغلط وكلشي كيغادك. انا نقول لكم انا علاش كنخش كنسب، انا ما كنسبش في كلشي الله يرحم والديكم لما تفهموهاش بمخلو. انا شنو يعملوا لي انا كما كتشوفوا يا اخا جابتني هنا واحد مجموعه بزاف كيلصقوا واحد الفيديو مع بعضيتو ديال اخا، ملي جيت كنقول لكم انا مسانس كنقسم معكم حياتي كيحطوا لي واحد الفيديو كنهضر كنقول لكم اخوتي انا ما بقيتش معايا اخا، وكيجيب واحد باطي كنقول لهم انا في اوروبا كنحط عليكم وايد ياك. هذيك الهضره كنت كنقولها للمنتقدين اللي كانوا كيسبوا فيا، مع الناس انا كنت دخلت لعالم الشهره راه ما كنعرفش في اليوتيوب بزاف، وجاني عجيب ديك السبان وانتقادات بزاف. احنا العرب فينا 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 واحد المجموعه كبيره ديال بنادم فيه الحسد بزاف والشر في قلبه. شنو وقع لي؟ بقيت كاخوتي كنت كنقول لهم كنحط عليكم مواعيد مع نهواد وما نعرفش شنو، ومي جيت لصقوا لي ديك الفيديو مع فيديو اخر مي كنعاودكم انا قصه حياتي معاه مي سمحت فيا هنايا، وبقاو كيستهزؤوا بيا وداك الشيء كيزيد يعقدني ويطلع لي النفسيه ديالي كتمرض لي، وثما ما تفهموش هذا الشيء هذا كيجيكم داك الشيء عادي. الله يرحمكم الوالدين ما تفهمونا ما تعطيونا والو، انا ماشي قبيح وانا ود الناس مع ولاد الناس واللي شي معايا كنخدم مع الشيء ديالو، ولكن انا ود الناس من داخل وضيف وماشي قبيح. واخا كتشوفوني كنسف ديك فيديوز بديك الطريقه بديك الوحشيه انا ماشي هايداك، واقسم بالله ما هايداك، والناس اللي كيعرفوني كيعرفوني كيفاش عامل الخوت ديالي. انا عدوني الناس بزاف حياتي، انا ما بقيتش كنثيق، انا مرضت في النفسيه ديالي مرضت بزاف. انا تما كنت كنمشي عند ثيرابي عند ديك الطبيب النفساني كيبقى يتحاور معايا باش يهدني قبل ما نضرب راسي.
اقسم بالله هادشي يعني مشيت عند الطبيب النفساني ما خاليش ما عمت، قلت كنخرج نفطر ما غنبقاش نعاودكم مع اسد ديالي باش نبقى فيكم انا كنهضر معكم نيشان داب. الخوت الفيديو اللي حطيته دمالك هذاك 2015 كنت باقي بحثا على الشهره، كان حماق ما خليت ما عمت باش نتشهر، يعني كنت ستيتو مع راسي حتى واحد النهار تاتو في هذيك القصه كنشوف الناس كيعاودوا مشاكلهم، كنت سكان بركاو ما بها ما فيها، انما واحد الانسان ما عنديش مع النفاق، انا كنخدم في عين مع بنادم في عين وما فيها شي كذوب، انا دائما كنفكر في مشناقه كنفكر عندي اب حماق ما خلق. انتما شوفوا خوتي بالمسامحه والله غفور رحيم وعشا مبروكه، نتمنى يا ربي الوباء يحيد من بلادنا والامه الاسلاميه يا ربي، وبقاو في ديوركم اخوتي بقاو في ديوركم تيحيد هذا الوباء الحجر الصحي. يلاه بارك الله عليكم وما تنساوش ديروا لايك. يلاه تشاو خوتي.